بنجر وحلقة أخرى من إندونيسيا الحياة. اليوم إحنا في مكان جدا جميل ورائع في منطقة جبل كيدول في جوجاكرتا. اسم المكان هيها سكاي فيو. تبغى تعرف أكثر عن هذا المكان؟ لكن قبل لا نبدأ الحلقة لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. هيا بنا. جزر كثيرة الأقسام ينتشر فيها الإسلام، فادان جنبي وباتام، بنجر ما زن أحلى كلام. شعب مسلم راكع في كل شؤونه بارع، عادات تقاليد حكم، ألحاق قصص ونغم. باتوا مالنج باسروان باندو جنبون جمبارا. إندونيسيا الحياة للأمام. طبعا هذا الطريق اللي احنا بنروحه، لكن قبل لا نروح على هناك شفنا المكان ذا عبارة عن يسموها قوموك باسر. قوموك باسر اللي هي كثبان رملية. الكثبان الرملية في إندونيسيا، وأنا أقول صحراء في إندونيسيا. شوف الحريق كيف يسوق الدبابات هنا، شوفوا. طبعا الناس تستمتع بالتزلج، شوفوا التزلج على الرمال. إذا أنك محترف تجي تتزلج على الرمال بهذه الأشياء. شوفوا طبعا تامن قوموك باسر. تامن قوموك باسر هذا المكان الجميل عبارة عن كثبان رملية. شوفوا الرمل كيف، هذه كلها رمال بحرية، شايفين؟ هذه الرمال البحرية كلها رمال دي. فالناس تجي هنا تستمتع وقتها في الرمال. وإذا فيك شدة تطلع فوق المكان ده. نطلع ولا ما نطلع؟ والله احنا مستعجلين، بنروح هناك في مكان بنطلعه فوق الجبل. يعني هو المكان اللي بنروحه دحين فوق الجبل مرتفع، مكان جدا جميل ورائع. لكن احنا توقفنا هنا بس نوريكم الصحراء هذه. هذه صحراء تعتبر في إندونيسيا، تعتبر صحراء. نشوفوا كيف كثبان رملية، وحتى حاطين اسمه صبار. شوفوا أشجار صبار، من جد شيء جميل. هذه المواقف كلها، شوفوا المواقف دي كلها، الباصات سيارات دبابات، عالم كلها جايين للمكان اللي بنروح له الآن. شوفوا السيارات قديش، شوفوا المواقف قديش، يا الله لسه على المواقف اللي جنب المحل هناك. تخيلوا كل هذه، واحنا بنروح لذاك المكان. اسم المكان هيها سكاي فيو. خلونا نروح هناك. هذول الاندونيسيين في الزحمة، شوفوا هذول اللي جابسين اطقم، هذا لابسين اطقم زي كذا، هذول عائلة واحدة. والله اني ذحين ناس يا ولد، والله زحمة يا ولد. يلا بس خلينا نستمتع. شوفوا الزحمة كيف، الجنان والله. شوفوا ناخذ جولة سريعة وحجيب لكم لقطات من الانترنت، لأنه والله إذا زي كذا ما حنستمتع. طبعا الأماكن العامة هذه معظمها تكون فيها لوحات إرشادية. شوف خلينا ننزل، شوف المنظر هنا رائع جدا، هذا المنظر رائع جدا. شوفوا كيف، يا سلام، صراحة المكان رائع، المنظر رائع، ولكن الدنيا زحمة جدا.
طبعا الشخص الواحد هنا 10,000 عشان تخش على المنطقة دي، ودفعنا 10,000 عشان نخش المنطقة هذه. وهنا المنطقة شكلها أروق من اللي هناك. شوف الحصان ده من الخشب ملونينه، كله من الخشب ترى مصنوع. حاطين إشارة مرور، والله بطرانين دول. حاطين إشارة مرور، شوف حاطط بنزين. ايوه هنا شوفوا دبابات قديمة، شوفوا دبابات قديمة، سوزوكي قديمة، هذا سوزوكي 100 قديم. وهنا دبابات او دراجات في السقف معلقينها اختراعات. وهذا الدباب توليف، هذا الدباب توليف. يعني المكان رائع، ولكن اليوم عشان زحمة فما حنقدر نستمتع. هناك لسه اشوف في جلسات هناك للاطفال، جلسات عائلية. هذا الشارع اللي دوبنا معدين منه. طبعا هذا المكان شوفوا للاطفال كيف ينبسطوا، حط لهم اشارات مرور. العوائل هنا حينبسطوا كثير، يعني ما شاء الله اليوم مرة زحمة، والعوائل الاندونيسية ما قصروا، جو من كل مكان عشان هذا المكان الجميل والرائع. مكان زحمة زحمة زحمة. اللي بيسبح طبعا، اللي بيروح هذا الاماكن هذا المسابح دي يدفع تذاكر ويخش يسبح هنا مع اطفاله. طبعا كل مكان ذا كافيه حلو رائع. وهنا بعد كافيه، اللي يشتري يجي يقدر يجلس في المكان، اللي ما يشتري ما يخش. شوفوا غروب الشمس هناك، غروب الشمس شايفين؟ هذا هو غروب الشمس. هذه جوجة تحتنا، جوجة تحتنا. طبعا ب10,000 تقدر تمسك في الحمام. شوفوا هذاك مرة ان شاء الله مرة شرير شكله. طبعا في فنانين معروفين جو المكان ذا. هذه مناظر اخرى من الاعلى، شوفوا شوفوا مناظر اخرى من الاعلى، شوفوا الليل. طبعا شوفوا طبعا المكان ذا فاضل، الجسر اللي قبل شوي كان زحمه، هذا هو المكان. هذه احدى الفنانات الاندونيسيات هنا برضو. هذه طبعا ممثله اندونيسيه معروفه اسمها لونا مايا. شوفوا كيف الناس مبسوطين اهو. يعني في اماكن حلوه وجميله، بس اللي يعرف يلقط اللقطه الصحيحه، وخاصه لما الزحمه تكون. شوفوا احنا حاليا في ذا المكان، شوفوا احنا حاليا في ذا المكان اللي هذا المكان شايفينه، هذا هو. شوفوا طبعا هذه الاجواء في الليل هنا، اذا ظلم الجو الاجواء جميله مع الاضاءات حقتهم، إضاءة رائعة.
ورايقة الإضاءة الصفراء بالذات يعني. شوفوا هذا أنا معكم دحين من هذا المكان، شوفوا صراحة شيء جميل، المكان ده رائع وجميل خاصة في الليل يبرد الجو، الجو يصير بارد وخفت الزحمة كثير عن العصر، العصر كان مرة زحمة. شوفوا هناك في الأفق طبعا جوجة ده واضح. طبعا هذا المكان للحجز، اللي عنده حفلة عنده عائلة عنده مناسبة خاصة بالحجز، هذا المكان بالحجز. كانت هذه نهاية حلقتنا اليوم، إذا عجبكم الفيديو انشروه في كل مكان ودعمونا باللايكات واعطونا رأيكم في الكومنت، ولا تنسوا تشوفوا الحلقات السابقة. سامباي جومبالاقي إندونيسيا أهيا للأمام.